اغنيه الو هاي حبيبي البارحه شلونك صارت لازمه بوقتها، حققت نجاح كلش واسع. ايش قدمت هاي الاغنيه لهيبه البدر؟ الو هاي حبيبي هي احنا نقول الانطلاقه. الانطلاقه سابقا عندي قبلها اغاني بس حققت نجاح. الو هاي حبيبي هي اللي حققت النجاح. واكو معلومه يمكن ما يعرفون بها الجمهور او كان ما حد ملاحظها في ذاك الوقت، هي اول اغنيه عراقيه تعبر مليون مشاهده باليوتيوب بهذاك الوقت. في ذاك الوقت 2010 كانت ماكو مشاهدات، كان ماكو مشاهدات، كانوا يعني الاغلبيه معتمدين على قنوات فضائيه، ما حد معتمد انه يباوع يوتيوب وكذا وكذا جوجل، بس كانت هي اول اغنيه عراقيه تنطلق تعبر المليون. ما شاء الله الحمد لله. اليوم اكو نجوم، نجوم يوتيوب واكو نجوم شاشه، انت وين تصنف نفسك؟ نجوم التي في ولا نجوم اليوتيوب؟ انا ويا الشاشه ويا السوشيال ميديا لانه ما منقطع، لا منقطع هنا ولا منقطع بالحالتين موجود.